مجلس إدارة النظام السابق ده اللي موجود الآن في تراب يجب أن يعاد توزيعه على السجون، مش بقصد الإساءة إلى مركزهم القانونية، يروح سجون قريبة من محل إقامته المختلفة، لكن مش ضروري مجتمعين مع بعض عشان نعمل اجتماعات. نراعي لهم كل الاشتراطات اللي اشترطها القانون واللوائح من أجل حفاظ على حقوقهم، لكن في نفس الوقت الشعب المصري من حقه إنه الناس دي ما تجتمعش علشان ما تقررش ما هو سيء في مواجهة المصريين. الأمر الآخر اللي أنا مستغرب له حكاية الموبايلات. يعني لما اتقال أصل لغة موبايل وأصل مش عارف مين خاب موبايل، طب ما في أجهزة بتقفل الموبايل أصلاً. يعني في أريا معينة بتقفل بتدخلي مكان ما تقدرش تستخدم الموبايل. فلماذا لا نستخدم في السجون مثل هذه الأجهزة التي تغلق؟ طبعاً لا يخفى عليك إنه أحد الوزراء كان معاه أيباد، المحبوسين في تورا كان معاه أيباد. أحد الوزراء الآخرين الحقيقة فجأة أحد الصحفيين الزملاء فجأة لقى نمرة بتكلمه، لقى أحد المسجونين في تورا وبيصلح له خبر نزل في الجورنال. بيقول له يا أستاذ الخبر اللي أنت نزلته النهاردة في الجريدة الفلانية فيه تفاصيل كده، وكان هو جوه السجن. لا ممكن يكون في مكتب مأمور كمان. طبعا من أجل يصلح خبر ممكن يعمل حاجات كثيرة جدا. بالضبط. إذا المسألة بتحتاج إلى بعض التفاصيل الدقيقة المنضبطة لكي نحافظ على ما بقي لنا في الفترة الانتقالية. أخطر فترة زمنية بتمر بمصر الفترة من الآن حتى 30 يونيو القادم. ولذلك لابد من أن احنا نكون نتعامل بشدة وبوضوح وبحزم. فيما يتعلق بهذه الإجراءات البسيطة، مسألة الاعتقال أو التحفظ. وعلى فكرة التحفظ ده ممكن يبقى في أماكن أمينة مش ضروري في السجون، ممكن يبقى في أماكن بعيدة ما عليها رقابة وعليها حرص لمنع تداول المعلومات أو التشاور فيه من الخصوصات أو دفع فلوس أو أموال يمكن أن تضخ لصالح إقامة مثل هذه الجرائم الكبرى.